نظم عمال الجنوب والنقابات العمالية وكافة أحرار وحرائر شعب الجنوب الفعالية الجماهيرية الخاصة لذكرى التصالح والتسامح الجنوبي. سعيدين جدا بمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بمناسبة الذكرى 16 للتسامح والتصالح. هذه النبتة التي زرعها المخلصين والشرفاء من أبناء الجنوب لتنطلق القضية الجنوبية في اتجاهات كبيرة جدا وتحقق الانتصارات تلو الانتصارات. تجسدت بتكوين المجلس الانتقالي الجنوبي وأيضا الذي حقق انتصارات سياسية ودبلوماسية كبيرة جدا. الفعالية تهدف إلى الاصطفاف الوطني لتجسيد روح التصالح والتسامح وحب الوطن أرضا وإنسانا لتجسيد التوافق الوطني الجنوبي. بمناسبة الذكرى 16 ليوم التصالح والتسامح ينظم الاتحاد العام لعمال الجنوب برعاية كريمة من المجلس الانتقالي هذه الفعالية بهذه المناسبة التي تستحق مننا كلنا بأن نكون صفا واحدا في بناء الجنوب الواحد والتسامح عن الماضي. اليوم نحتفل بذكرى التصالح والتسامح، نحن صالحنا تسامحنا طوينا صفحة الماضي. اليوم يقام هذا المهرجان المتواضع بشكله الكبير بحجمه ندل على شيء ندل على سماحة شعب الجنوب التصالح والتسامح. اليوم هنا في المعلة في شارع عبد النبي مجرم يفتح مقر الاتحاد العام نقابة عمال الجنوب تجري هذه الفعالية. الجميع دعا إلى استحضار روح التصالح والتسامح بالمزيد من التكاتف للانتصار على مؤامرات ودسائس أعداء الجنوب وعصابات الدين والقبيلة والإرهاب لتحقيق قضية الجنوب العادلة. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن.